كان يصول ويجول بشوارع بيروت، والناس من كل الطوائف والمناطق كانت تنطر طلته البهية وصوته المميز على محطات، وكانت الناس اللي مثلنا ومثلكن يتنقلوا فيه لأشغالهم أو لزيارات الأهل والأصحاب والمشاوير، أو يمكن بس لتعمل برمة وتتعرف أكثر على شوارع بيروت اللي كانت كلها حياة ونشاط وحيوية. رسم الأوتوبيس علامة فارقة بالشوارع قبل الحرب الأهلية، وحجز لنفسه مساحة مهمة بصور الناس بساحات البرج والدباس ورياض الصلح، أو طاحش وماشي بكورنيش الروشة أو على المنارة أو على السوديكو، ما فارقة معه حدا. الناس كلها ببيروت كانت إله أحباب وعشاء، وبين بوابه وشبابيكه حكي الناس لبعضهم قصص وحكايات وهموم ومشاكل، ويمكن كمان حكيوا لبعضهم أسرار. بسنة 1962 نظم وزير الأشغال العامة والنقل بيير الجميل اجتماعات طويلة لمناقشة مستقبل النقل المشترك ببيروت، وبدلاً من تطوير شبكة الترامواي الموجودة وتحديثها بعربيات جديدة وتوسيع الشبكة لمناطق تانية، كان اقتراح الجميل بإزالة الترامواي كلياً واستبداله بأسطول من الأوتوبيسات. تمت الصفقة مع الفرنسيين واشترى لبنان 150 أوتوبيس كان حقهم بوقتها 12 مليون ليرة لبنانية أو حوالي 4 ملايين دولار، وهيدي الصفقة انحكى عنها كتير وقالوا أنه في وراها عمولات وحصص للسياسيين. وبسنة 1964 بلش التخلص تدريجيا من الترامواي، ورفعوا العربات عن السكك الحديدية بالشوارع، والحجة كانت أن الترامواي ومعداته وعرباته وخطوطه صارت قديمة وعاجزة عن خدمة المواطنين وما بتواكب أبدا التطور اللي عم بتعيشه بيروت. بدأ لبنان يستلم الأوتوبيسات بسرعة سنة 1962، وانعمل تأهيل وتدريب لموظفي الترامواي لقيادة وتشغيل الأوتوبيسات الجديدة. مع حلول سنة 1965 اختفى الترامواي بشكل كامل من شوارع بيروت، واللي صار أن الأوتوبيس اللي جابوه ليلبي حاجة المواطنين ويسهل حركة السير ويخفف الازدحام كبر المشكلة، وصارت شوارع بيروت أكثر ازدحاما وبشكل غير طبيعي. اشتعلت الحرب وانفجرت المدينة اللي كانت مقصد وسوق وملتقى الناس، وتحول الأوتوبيس لمتاريس وأشلاء وأنقاض على خطوط النار اللي زرعت كل الخوف والموت والحقد والكراهية. ورغم كل شيء بقي أوتوبيس بيروت بألوانه البيج والأحمر بذاكرتنا، جزء صغير ومهضوم وما مننساه أبدا من أيام بيروت الحلوة. أوتوبيس بيروت اللي كان باللونين البيج والأحمر كان بيستوعب 65 راكب، 42 راكب قاعدين و23 واقفين، وطوله كان 10 متر و20 سنتي، وعرضه مترين و50 سنتي، وارتفاعه مترين و88 سنتي، وكان السواق بيفتح أبوابه وبسكرها آليا بواسطة ضغط الهواء. كانت الناس تطلع للأوتوبيس من الباب الوراني، وكان في كابين صغير لموظف بيقطع الكرت للراكب اللي كان لازم يحتفظ فيه في حال طلع المفتش اللي شغلته كان يتأكد أنه الكل دافع حق الكرت، وكان هالأوتوبيس ما بيفتح بوابه إلا بالمواقف المخصصة إله، وكانوا الركاب ينزلوا من الباب الأمامي.
الأوتوبيسات كانت فرنسية من صناعة شركة سافيم شوسون بتشتغل على البنزين، وقوة المحرك كانت 110 حصنة، وكانت سرعته القصوى ما بتزيد عن 80 كيلومتر بالساعة. وهيدا النوع اشتهر كتير وانتشر بشبكات النقل بالمدن الفرنسية والأوروبية.